يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في قوله سبحانه وتعالى ما سلككم في سقر، هل فيها دليل على اطلاع أهل الجنة على أهل النار كلما أرادوا ذلك؟ نعم، أهل الجنة يطلعون على أهل النار لأجل أن يتشفوا منهم لأنهم آذوهم في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى إيش؟ ينظرون إلى أهل النار والعياذ بالله الذين كانوا يؤذونهم في الدنيا ويضايقونهم، ينظرونهم يعذبون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، قد جوزي الكفار بما كانوا يفعلون في الدنيا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى في سورة الصافات قال إن لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي محاسبون. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرعون في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهذا في الجنة يطلع على الذي يقول له في الدنيا أن تؤمن بالبعث وتؤمن بالحساب، أئنك لمن المصدقين، إنه إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا نحاسب. فالله جل وعلا أطلعه عليه من سواء الجحيم. أهل الجنة يطلعون على أهل النار إذا أراد الله سبحانه وتعالى، لتقر أعينهم بذلك وليحمدوا الله على النجاة، إن الله نجاك. تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، في العذاب يعني. نعم.